خليني اخد معايا على التليفون كاتب الصحفي الاستاذ اشرف العشري مدير تحرير الاهرام. اهلا بيك يا استاذ اشرف. اهلا يا استاذ يوسف، مساء الخير. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ بخير الحمد لله تمام. يعني ما بين اثنان، ما بين القمه العربيه في المنامه وما بين التصريحات الاخيره او هذا السجال ما بين جالانت وبنيامين نتنياهو، وما بين وضع قائم بقاله 76 سنه والان هو في منتهى الاحتقان بقاله تقريبا 7 شهور، كيف يحل استاذ اشرف هذا المشهد؟ اعتقد هذا المشهد يحل من خلال موقف عربي اتخذ في عام 2002 في القمه العربيه في بيروت عندما طرحت القدره العربيه ارض قبل السلام، وهناك بالفعل نوع من التوافق العربي والدولي والامريكي والاوروبي وحتى الرباعيه الدوليه ان حل الصراع يحل عبر التفاوضيه اي الحلول السلميه. مساله ان يكون هناك عسكريات وعمليات عسكريه وما الى ذلك، اعتقد الجميع في المجتمع الدولي ما في امل. موقف العرب وموقف الدولي ان هناك بالفعل خيار الارض قابل للسلام باعتبار هذه المبادره كل ارقام كل تفاصيلها بكل زخامها السياسي كل الحاضنه الدوليه ما زالت حتى الان هي الموضوع على الطاوله وتحظى بتقدير الدولي. حتى نتنياهو في يوم من الايام 99 وافق بها واعلن قيام دوله قبول بقيام دوله فلسطينيه في جامعه اربيلان في تل ابيب، وبالتالي هناك خيار ان يتمسك بان يكون هناك دوله فلسطينيه، وهذا مساله ليست سهله لكنها تحتاج لان يكون هناك بالفعل درجه كبيره من حاضنه عربيه في قمه المنامه غدا وغيرها من كل القمم باستخدام كل اوراق الضغط فيما يتعلق بدوله فلسطينيه وقف الصراع العربي. ايه هي اوراق الضغط يا استاذ اشرف؟ اعتقد نحن الان امام مهمه عاجله وهي المهمه الانيه الحاليه ان يكون هناك بالفعل العوده لطاوله المفاوضات بوضوء ما بنت عليه مصر وقدمته مقاربات واقتراحات في باريس 1-2 وباريس 2 وكان اخيرا الاسبوع الماضي في القاهره، وان هناك عوده للتفاوض عبر الهدنه بمراحلها الثلاثه على ثلاث مراحل كل مرحله 42 حتى اعود للهدنه ثم استئناف المفاوضات. انا هقدر ازاي اوقف العدوان الحالي؟ يعني ما هي ورقه الضغط اللي تمكنني من ايقاف العدوان حتى افعل هدنه المراحل الثلاثه والجلوس على موائد المفاوضات فيما بعد؟ اعتقد ان هذه الورقه يمكن استغلالها من خلال ان يكون هناك حاله من الاجماع العربي وتغيير ديناميات او ما يعرف بميكانيزمات التعاطي مع الجانب الامريكي خلال الساعات والايام القادمه. بعد قمه جده في 11/11 في شهر السنه الماضيه تم تشكيل لجنه العربيه، واعتقد هذه اللجنه حققت بعض النتائج الايجابيه وحدثت نوع من الاستماله في الموقف الاوروبي والامريكي. يمكن البناء من خلال تشكيل لجنه على مستوى القاده ثم لجنه ايضا على مستوى وزراء الخارجيه يقول لديها جوله جديده كما فعلت في شهر يناير. الا توجد قرارات تستطيع المجموعه العربيه ان تتخذها حيال الولايات المتحده الامريكيه حتى يعني تستطيع تفعيل ضغط ما على تل ابيب؟ اعتقد ان هذا الامر يحتاج ان يكون هناك حاله من التوافق العربي، حاضنه سياسيه تلعب دورا كبيرا في استخدام كل الاوراق السياسيه والدبلوماسيه بما فيها حتى ايضا الاوراق الاقتصاديه في هذا الشان، وخاصه لدى كون خليفه يكون لديها كثير من المشتركات مع الجانب الامريكي في مشروعات فيما يتعلق بالسلاح، فيما يتعلق ايضا بحجم الزخم للحضور العسكري الامريكي في المنطقه وخاصه في الخليج تحديدا. هل تعتقد يا استاذ اشرف انه من الوارد او من الممكن او من المتخيل انه نقدر نلاقي قرارات خلال ال 24 ساعه القادمه متعلقه بتجميد بعض الاتفاقات، تجميد بعض التعهدات حتى؟ يعني انا هنا اتحدث عن انه كل دوله لها الحق في انها تعقد اتفاق سلام او تطبيع مع اسرائيل كيفما شاءت، فكل دوله من حقها ان تبحث عن مصلحتها بحيث لا يتم تهديد الامن القومي العربي. الان يتم تهديد الامن القومي العربي، اما ان الاوان على الاقل لتجميد بعض الاتفاقات؟ ساكون صريح معك جدا واقول ان هذا الامر سيكون في صعوبه من مكان لانه يحتاج الى خلق حاله من التوافق والطلاق العربي العربي. بالتالي وجهات النظر فيما يتعلق بهذا الامر لم تكن حتى مكتمله في قمه جده عام في نوفمبر عام 2023، وبالتالي سيكون هناك من الصعوبه من مكان ان نصل الى هذه المرحله ما لم يكن هناك على الاقل التوافق في الحد الادنى بأن يكون هناك بالفعل عملية تدريج ممنهج في طرح كثير من الأفكار ومبادرات بما فيها أيضا أن يكون لدى الجانب الأمريكي شعور بأن هناك حالة من الغضب والاعتقاد الأمريكي وأن هذا الغضب بلغ ذروته ويحتاج لأن يكون هناك تغيير المعادلات الأمريكية بالتعاطي مع تفاصيل المشهد في قطاع غزة وفي منطقة رفح في الوقت الحالي حتى يكون هناك ضغط أمريكي كما فعل من قبل الزعماء الأمريكان مع إسحاق شفير ومع بيجل ومع غيرهم حتى في اجتياح بيروت عام 2002
ثم ايضا في مؤتمر مجلس السلام عام 91 عندما الجانب الامريكي ضغط على الجانب الاسرائيلي وعلق المنح والمساعدات 10 مليارات في 91 فذهب الجميع الى مدريد. بالتالي مساله تحتاج لان يكون هناك درجه من الاقبال والقناعه والتفاهم العربي بخلق مقاربه او اليه لامكانيه ان يكون بالفعل الدول الفاعله والرائده في الاقليم صاحبه النفوذ والسيطره والحضور في المشهد العربي وحتى المستوى الاقليمي تتولى الحديث مع الجانب الامريكي حتى يكون هناك استقلال لهذا الزخم، خاصه هناك ارضيه امريكيه في ظل الانتخابات الامريكيه والجانب الامريكي ورئيس بايدن يريد ان يحافظ على اصواته وحضوره فيما يتعلق بالجانب العربي والاصوات العربيه والمسلمه داخل الولايات المتحده الامريكيه وخاصه في البلاد السبعه المتارجعه. طيب استاذ اشرف، فرصه قائمه لكن تحتاج ليكون هناك تعديل لمسار ولغه التخاطب وان يكون هناك مقاربات جديده بما فيها العمل الاقتصادي والمشروعات المشتركه مع الجانب الامريكي في هذا الطور. احنا هنخرج من لجنه ندخل في لجنه وده تخوفي الرئيسي. يعني التصريحات الاخيره يا استاذ اشرف المتعلقه يعني او تصريحات سموتريتش على بن غفير على بنيامين نتنياهو في خناقتهم مع جالنت، الحقيقه اعتقد انها لازم تدي مش اشاره واضحه ولكن يعني تطلق صفارات الانذار فيما يتعلق بالامن القومي العربي. ناس طالعه بتقول علنا مفيش حاجه اسمها حل الدولتين ومفيش حماس ومفيش فتح ومفيش منظمه تحرير ومفيش حاجه، والراجل طالع يقول لهم احنا هنحتل غزه والجيش لازم هو اللي يحكمها. كل هذا ليس كافيا لاثاره الغضب العربي؟ هذا جزء من خطاب اليمين المتطرف سموريتش بن غفير وكان بحاضرة بنتنياهو عندما تشكل الحكومة في ديسمبر عام 2022، وكان توافق وتلاقي على أن هذا الأمر سيكون هو عنوان لغة الخطاب السياسي والعسكري والأمني مع منظمة تحرير فلسطين والسلطة الفلسطينية وأيضا ما يتعلق بكل ما يتعلق بقضايا العربي الإسرائيلي وخاصة القضية الفلسطينية. وبالتالي هذا الخطاب ليس جديد، لكن العلة هو أن هناك تفويت للفرص بالفعل في السنوات الماضية وفي الأيام الماضية من خلال أن يكون هناك فعل تركيز على أن يكون خلق مواقف إيجابية باتجاه الضغط على قوى السلام المجتمع الدولي بما فيها الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي وحتى قوى السلام المعتدل في المجتمع الإسرائيلي. تم تفويت الفرصة سنوات طويلة، حركة حماس حتى في المفاوضات الأخيرة تحمل جزء لأنها كان يجب عليها أن تقبل بمبادرة والطرح والمقاربة المصرية قبل يوم الاثنين قبل الماضي حتى تقطع الطريق على نتنياهو، لكن تأخيرها وتعطيلها ادى لاعطائه فرصه لليمين المتطرف لامكانيه القفز فوق الحقائق وخلق واقع جديد مرفوض تماما بالكامل، وان هذا الامر يحتاج الى ان يكون هناك خطط مدروسه ان نتخلى عن لغه الفرقه فيما يتعلق بطرح كثير من بعض التحركات التي ليس من ورائها اي جدوى للضغط على الجانب الامريكي، لان المعادله في اسرائيل بما فيها لليمين المتطرف لن تتغير الا بضغط امريكي حقيقي واستخدام اوراق الضغط الامريكيه العسكريه والامنيه والماليه لدى الرئيس بايدن قبل الانتخابات الامريكيه باعتبار انها فرصه صالحه لحل جزء من هذا الصراع او على الاقل وقف اطلاق النار على السرعه في رفح وفي قطاع غزه، ثم نبحث عن صيغه اليوم التالي فنقطع الطريق على نتنياهو ان كان غير راغب في هذا الامر سيخسر الحكومه وسيخسر مستقبله السياسي وربما يساق الى المحاكمات فيما يتعلق بالاخفاق في 7 اكتوبر وقضايا الرشوه الماليه والفساد المالي التي يلاحقه في 4 قضايا حتى الآن. صحيح، انا بشكرك جدا استاذ اشرف، كل الشكر الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف العشري مدير تحرير الاهرام.